سيدة اليوم، وزير التعليم يستجيب لمناشدة المعلمة هند المطيري ويعيد انتدابها نظرا لظروفها. مشكلة ظهور التجاعيد، ما أسبابها وما كيفية علاجها؟ هل حب النفس يعني الأنانية وما هي حدوده؟ عالجوهم قبل أن تزوجوهم. غالية أمين تكشف خبايا أسبوع الموضة في لندن. تعرفي على أحدث ديكورات الجدران بأقل التكاليف. حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أكيد آخر الأخبار الترند وكثير من الفقرات المتنوعة، وأكيد كمان عندنا فقرات بتكون خفيفة تنفع لكل أفراد الأسرة، فلا تنسوا تتابعوا الحلقة اليوم كاملة من الساعة 5 للساعة 7. أهلا يا غزل، وأهلا يا رندا، وأهلا يا عبير. أهلا رندا وعبير، أهلا رؤى، أهلا. طمنوني أخباركم، استعداداتكم للويكند بكرة؟ طبعا انت بكره اوف، انت اللي مستعده للويكند، عشان كده انت بعتبرت ويكند من الحين، بس احنا لسه بكره ممكن نستعد، صح ولا لا؟ اكيد اكيد اكيد. طبعا انا مع غزل. انت كمان الويكند صرت معك؟ والله كويس، مرافق. احنا دائما نحاول انه ايش، نعمل موازنه، شفتات، يعني في ناس تحب انها تأجز، وفي ناس كمان ايش تحب انها تشتغل، تحب انها تشتغل اكيد، ونقابل الجمهور دائما. طبعا عارفين اليوم ايش يوافق؟ ايش يوافق اليوم؟ يوافق يمكن أجمل يوم كان السنة اللي فاتت. أنا ما هقول لكم إيش هو، بس اليوم إيش التاريخ؟ 26 تسعة. إيش كان العام؟ ما أعرف، قولي لي. ما في؟ قولي لي. طبعا أقول لك أنت وسادة المشاهدين، تابع هذا التقرير عشان نعرف هذا اليوم إيش وافق، ونرجع لكم. يلا يلا. قيادة المرأة هي ليست قيادة دينية بقدر ما هي قيادة علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها. إلى اليوم المجتمع غير مقتنع بقيادة المرأة، ويعتقد أنه لها تبعات سلبية جدا إذا سمح بقيادة المرأة، لكن أؤكد أنه هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي. لا نستطيع أن نفرض عليه شيء لا يريده، لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى دائما أن تكون متغيرات إيجابية. لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، ويكون التنفيذ إن شاء الله اعتبارا من 10/10/1439 من الهجرة، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وعشرين تسعة كان يوم سماعنا بقرار أو بخبر إنه المرأة تقدر تسوق في المملكة العربية السعودية. 10/10 الحمد لله طبقنا هذا الخبر. فاجأتكم بالتقرير ولا لا؟ فانتستك والله. اي والله انا ما توقعت انه كيف عدت سنه بهذه السرعه. كمان يعني اكيد يعني كلنا فوجئنا يوم ما طلع هذا القرار، وكنت انا ادخل على تويتر اشوف هل هو ممكن. اي يعني حتى دخلت، طبعا تعرف تويتر هو مصدر الاخبار وانباء في نفس الوقت، او انه مثلا المصادر تقول، فكان قاعد يلافتني انه حقيقي يعني ولا برضو اشاعات زي كل أيوة مره. أيوة طلعت كان كل قبل فتره تطلع اشاعه انه حيسمحوا بالقرار، حيسمحوا بالقرار.
لكن فعلا لما صدر القرار، وهذا طبعا ما يتوافق مع رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد محمد بن سلمان، فشكرا جزيلا لحكومتنا الرشيدة على الثقة اللي منحوها للمرأة السعودية سواء في القيادة أو في شتى وجميع المجالات. أكيد أكيد، بس أنا عندي سؤال، يعني إلى الآن يعني الحين صارت سنة ما أشوفكم. لا انت واحده، انا واحده من انت واحده من اربعه، عرفتي؟ انا قاعده بشوف، انا فجاه اشوفها مختفيه واحده فينها، راح تجيب اغراض، راح تجيب اغراض تعجبني. يعني شفتي كيف؟ يعني يعجبني، يعجبني انه يعني مثلا اليوم يعني اخر حاجه صارت، يلا بخلص بسرعه مكياج وبروح اجيب مش عارفه ايه، كيف انا جالسه اطالع انت بتقهريني. يعني انت بتقهريني. لا بس ايش اعرف الموضوع انه الحين يعني مثلا بعد ما عدت سنه تقولي اوه فاتنا الوقت، انا لازم الحق ولازم اسجل ولازم اطلع على الرخصه، لانه مو معقوله تكون عندي الفرصه وفي نفس الوقت اني اضيعها. صحيح. شوفي هو الممتع فيها انه يمكن اكثر شيء تخدم تخدم البنات اللي كانوا يعانون من مشاكل السواقه. ايوه مع الشركات عبير. صح. يعني ما تتخيلين لما تتعاقدين مع شركة يجيك السواق مو زين، ما أعرف إيش، أو حتى من ناحية التكلفة المادية هي شوفي أنت توفرين وغيرها. يعني لو نبغى نحسب مثلا أنه أنا أبغى أجلس بالشهر أدفع 1000 ريال للبنزين ولا أدفع 2500 للسواق زائد 1000 ريال للبنزين، يعني صارت ثلاث. صحيح. يعني التكلفة. صحيح. كثير بتكون بتناسب البنات. يعني أنا من جد يعني احترم جدا هذا القرار يعني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وطبعا ولي عهده الامين، انه فعلا انا كحاكم لهذا الوطن انا اعطيكم حريتكم ولكم حريه القرار. صحيح. تبغي تسوقي ما تبغي تسوقي انت حره. صحيح. بالضبط. جميل. وبما ان بالاخبار بنات، خلونا شوي كمان نشوف تقرير اكيد طبعا من مجله سيدتي وحديث العواصم وراجعين.
شكرا مجلس سيدتي على هذا التقرير الجميل. ويمكن اكثر حاجه عجبتني الاستاذ علي صرصور اللي تحول من منجد لمصمم ازياء. شفتي كيف فائده انه الواحد يعمل ريسايكل للاشياء؟ هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه بما انه يعني في ربط، هو قاعد يتعامل مع ماتيريال، بتعرف دائما التنجيد بيكون الاقمشه فيها نوع من التشجير والوان صحيح. وكذا، فانه سهل انه هو كمان ايش يفصل بدلات. التعامل مع القماش سهل، ستاير مره متوفره. بالضبط، انا حجوجل هذا تخصص غزل. ايوه حجوجل الموضوع، هستفيد من خبرات الاستاذ علي صرصور. مشاهدينا فاصل سريع ورجعنا لكم من جديد. تابعينا بعد الفاصل. وزير التعليم يستجيب لمناشدة المعلمة هند المطيري ويعيد انتدابها نظرا لظروفها. حياكم الله مشاهدينا من جديد. في خبر اليوم قرأناه عن معلمة تناشد وزير التعليم بالموافقة على طلب نقلها وتغيير مكان انتدابها ليصبح أقرب إلى مكان سكنها، بحيث أنها تقدر تكون قريبة ومشرفة على رعاية أبنائها الثلاثة المعاقين. طبعا إحنا حابين نتعرف أكثر على تفاصيل حالة المعلمة هند المطيري وإيش صار معاها. معنا عبر الهاتف زوج المعلمة هند المطيري الأستاذ أبو ماجد. أهلا بك أستاذ أبو ماجد. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك أستاذ أبو ماجد، حابة تخبرنا إيش اللي حصل بالضبط؟ اللي حصل بالضبط أنه رزقنا بأطفال معاقين، ونقول الحمد لله والشكر على عطاء الله. الحمد لله. أول شيء نشكر برضه وزير التعليم، معالي وزير التعليم، على قرار ندب المعلمة، ولكن العشم كان في نقلها، ولكن خيب أملنا في الندب. أنا قبل 5 سنوات كانت زوجتي معلمة في حفر الباطن. فتقدمنا للوزارة لجنة الظروف الخاصة بتقارير تفيد بأن لدينا أطفال معاقين ولا يوجد علاج لهم في محافظة حفر الباطن، وهذا مثبت بتقرير من مستشفى الملك خالد في حفر الباطن. كما حصلنا على تقرير من المستشفى التخصصي بالرياض بإمكانية علاجهم ومتابعتهم من قريب. نعم. المرة الأولى رفض النادب أو النقل، فعودنا الكرة للسنة الثانية، تم ندبها لمدة ترم فقط. نعم. وافقنا على الندب وجت المعلمة هنا ونقلنا من حفر الباطن إلى هنا. اللي هو فين هنا أستاذ؟ إلى الرياض، إلى مدينة الرياض. نعم. بعد كذا انتهت السنة وجبرنا أن نرجع لحفر الباطن كي تباشر المعلمة سنة دراسية جديدة. في هذه الفترة رفعت أنا برضو طلب تمديد ندب، فوجئت بالرفض، رفض الندب عن طريق الظروف الخاصة أو النقل. بعد الرفض بيومين صدرت حركة نقل المعلمات، الحركة النقل العامة اللي هي الخارجية. كانت زوجتي من ضمن المنقولات إلى قرية تسمى شوية تابعة لمحافظة رماح. تبعد هذه القرية عن مدينة الرياض 200 كيلو متر. شوية. شوية، نعم. قرية شوية. نعم. مع بداية السنة تقدمنا للوزارة إلى لجنة الظروف الخاصة بطلب نقل المعلمة أو ندبها إلى الرياض. تم ندبها لمدة ترم فقط. نعم. تجددت المعاناة، صارت الزوجة تداوم من الرياض إلى شوية 200 كيلو وترجع. نعم. بعد كذا انتهى الترم، داومت المعلمة في شوية. تقدمنا للسنة الثالثة بطلب نقل وتم ندبها، لم تنقل المعلمة إلى الرياض. نعم. المرة الأخيرة ندبت المعلمة لمدة عام. جميل. حاولنا نقدم اعتراض على أنه نرغب في الندب في النقل، لأن الشروط منطبقة على الأطفال اللي لا يوجد علاج في محافظة رماح أيضا، حيث أن رماح محافظة صغيرة
وحصلت على تقرير من مستشفى رماح نعم. انه لا يوجد علاج لمثل حاله ابنائي. نعم. استاذ ابو ماجد لم تنقل. عندك خبر انه تم استجابه وزير التعليم وتم الموافقه على نقل المعلمه هند المطير لمدينه الرياض؟ لا والله انا الخبر اللي انا قريته انه نجح. نعم هو الان الان جانا خبر انه تم استجابه وزير التعليم، وطبعا الاستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم كتب تغريده وقال فيها انه استجاب الوزير. طبعا استاذ مبارك معنا عبر الهاتف، اهلا وسهلا فيك استاذ مبارك. أهلين أستاذ مبارك، لو تسمح تفرحنا كذا وتفرح أبو ماجد بما أنه قاعد يسمعنا الآن بخبر نقل استجابة وزير التعليم لنقل المعلمة هند مطير الرياض. هو ندب كما أشار والأخ، هو فعلا هو ندب لها، لأنه هي كما ذكروا عندها حالة معينة لأولادها من سنتين، يعني كان هناك قرار ندبها، وفي نظام الندب انه لابد ان تتقدم يعني قبل نهايه سنه الندب بشهرين تقريبا تطلب مثلا تمديد الندب، والوزاره تدرس الحاله، اذا كانت الحاله مثلا ما زالت مستمره وما زال الوضع قائم يستمر الندب، ايضا تستمر في ندبها يجدد الندب، واذا كانت مثلا الحاله تغيرت او زالت مسببات، لانه النقل الندب وفق الظروف الخاصة له ضوابط، له حالات معينة يندب فيها المعلم والمعلمة، وتدرس حالته تتابع حالته، إذا زال السبب يعود إلى مقرها السابق، وإذا كان السبب ما زال قائم فهو يتقدم قبل نهاية الندب بشهرين تقريبا وفق لائحة الندب الظروف الخاصة، ويجدد له تدرس حالته ويجدد له. واللي حصل الآن أنه درست حالة الأخت هند ووجه مع الوزير بأن يمدد أيضا يجدد لها الندب هذا العام أيضا، وتدرس حالتها أيضا في العام القادم إذا كان الأمر ما زال مستمرا ونظورة النقل تدخل بحركة النقل، لأن النقل وضع مختلف عن الندب يعني. نعم شكرا لك أستاذ مبارك العصيمي. ما زال معنا عبر الهاتف أستاذ أبو ماجد زوج هند مطيري. أستاذ أبو ماجد نعم معاكم أنا. كلام أستاذ مبارك العصيمي أنه سوف يتم تجديد ندب المعلمة لمدة سنة كاملة في مدينة الرياض، إيش تعليقك؟ تعليقي أن الحالة، هو أنا سمعت كلامه أن الحالة ممكن تتطور، الإعاقة ما فيها شفاء، الإعاقة إعاقة ذهنية وضمور في المخ ما فيها شفاء ولا راح تتغير الحالة، الحالة لما أنا ما أقدر أتابعها في مراكز متقدمة في الرياض راح تسوء أكثر وأكثر وأكثر. العلاج انا كان عندي حاله واحده وتقدمت بندبها او نقلها وما ما ما صارت، صار عندي حالتين حاولت مره اخرى ولا صارت، والان صار عندي ثلاث حالات. ما يوجد علاج للاعاقه، هل يوجد علاج لاعاقه المخ لخلايا المخ الميته؟ لكن راح يتم دراسه الحاله ايضا السنه القادمه، يعني طيب بعد خلال أنا عام. انا قاعد اعاني كل سنه، الوزارة تطلب مني شروط، أولا أن أجيب تقرير من محافظة رماح اللي هي الآن فيها المعلمة، تقرير جديد حديث. أنا لما أتقدم بخطاب زي العام، تقدمت بخطاب إلى مستشفى رماح العام وقالوا إن ما نعرف آلية الخطاب ولا ندري إيش النظام وإيش الرد. فقلت هل الحالة هذه، اكشفوا على الحالة، هل لديكم علاج لحالة ابني؟ قال لا يوجد لدينا علاج في محافظة رماح لمثل هذه الحالات. كل سنة أنا راح أسوي نفس الطريقة، لازم أجيب تقرير من محافظة رماح أنه لا يوجد علاج، هذا واحد، ولازم أجيب تقرير من المستشفى التخصصي بإمكانية علاجه في مراكز في المستشفى التخصصي ومراكز متقدمة في الرياض، هذه شغلتين، هذه تقريرين. لازم أجيب خطاب من عملي حيث أني أعمل في الرياض بأني ما زلت على رأس العمل، هذه ثانية. يعني كل سنة راح أعاني، والله أني كنت أعاني كل سنة في طلب تمديد النقل، تمديد الند، في خلال أسبوع لازم أني أكمل أوراقي، المدة اللي معطتنيها الوزارة خلال شهر من التقريرين، لازم التقريرين يكونوا حديثين ولا يمضي عليهم أكثر من شهر. طب أستاذ أبو ماجد، مو احتمال أنه خلال هذا العام اللي إن شاء الله بتكون بيتم التجديد لها لمدة عام زي ما استجاب الوزير، يكون في زي استجابات أخرى من وزارة التعليم؟
أتمنى ذلك، لكن العام ظهرت حركة التعليم كان ترتيب زوجتي في النقل العادي 104. السنة هذه ظهرت الحركة، تقدم بس في النقل 7 معلمات، وصل إلى ترتيب زوجتي في النقل الخارجي تقريبا 97 أو 98 معلمة، باقي على ما ينقلون وبعدين ينقلون زوجتي. المسافة طويلة، العام ما نقل إلى الرياض إلا 7 حسب اللي أنا أشوف. أنا عندي صورة من النقل اللي العام صار وترتيب زوجتي فيه، إنه كان رقمها 104 العام اللي قبل اللي فات، وعندي الآن صورة إنه برضه ترتيب زوجتي في النقل 97 أو 98. يعني العدد اللي نقل 7 معلمات للرياض، 7 معلمات من تخصص زوجتي، زوجتي تخصصها لغة إنجليزية. نعم أستاذ أبو ماجد، يعني أنا أتفهم وضعكم، يعني إيش اللي أنتم بتمروا فيه وإيش التعب اللي حضرتك يعني بتتعرض له بسبب هذا الموضوع. أعطيني فرصة، الله يسعدك أبو ماجد. بس هي الفكرة إنه الحمد لله الوزارة استجابت في البداية، بدال الترم صار فيه سنة، الله أعلم هذه السنة إيش ممكن يصير، ربما تكون في استجابة مختلفة. نتمنى ذلك، وأنا والله العظيم حتى نعاني في منزلنا من الخدم ما يستقبلون أطفال المعاقين. أنا وأم برضو، يعني لو طفل واحد ممكن تكون المصيبة يعني بسيطة، لكن أنا عندي 3 أطفال، الخادمات نعاني منهم برضو أحيانا، والله تضطر المعلمة أنها تغيب يوم ويومين على أمل أن نجيب خادمة أو نستخدم أو نشوف لنا طريقة نأجل عن طريق الشركات، ما الخادمات حتى يرفضون الموضوع على الأغلب. يا أستاذ أبو ماجد، بما أنه وزارة التعليم استجابت للموضوع الحمد لله خلال يعني ما هنقول يعني أشهر، يعني الموضوع ما أخذ وقت، مجرد ما وزارة التعليم عرفت بالتغريدة على طول استجابوا لطلب أستاذة هند، وإن شاء الله يكون في تمديد أكبر إن شاء الله إذا احتاجت الحالة على السنة القادمة. شكرا لك على هذه المداخلة. أنا حبيت أنه يعني الحمد لله استجابت الوزارة على طول للمعلمة وراعت حالتها، أنه 3 أطفال عندهم إعاقات ذهنية، فيعني أنا أشوف أنه كثر خير هم ما قصروا في هذا الموضوع، يمكن السنة الجاية يصير في تطورات أحسن. صحيح هنا كده راح يشوفوا الموضوع من أبعاد أكثر وراح يراجعوها إلى ما يكون فيه، زي ما ذكر الأستاذ بارك العصيمي أنه موضوع النقل مختلف تماما عن موضوع الانتداب، فيها أشياء كثير وخطوات كثير وأكيد فيها أولوية. أبو ماجد، يعني إحنا أكيد يعني نقول الله يديك العافية ورزقك خير وعلى هذا التعب، وأكيد في الآخر أنت مأجور بإذن الله. مشاهدينا طبعا احنا مكملين معاكم لسه، ولكن بعد الفاصل. تابعينا بعد الفاصل. مشكلة ظهور التجاعيد، ما أسبابها وما كيفية علاجها؟ أكيد كل امرأة تبحث عن الجمال والكمال، ولأن البشرة هي اللي تعكس أو تدي الشكل الحسن والصحة الطيبة، فمن أهم المشاكل اللي ممكن تعرضها البشرة ظهور التجاعيد سواء كان في سن مبكر أو لا. طبعا كل ما تقدمنا في العمر كل ما ظهرت التجاعيد بشكل أكبر بسبب ترقق البشرة. حنتكلم عن حلول تجاعيد البشرة وكيف ممكن نحل هذه المشاكل مع ضيفتي في الاستديو الدكتورة رحاب المراسي. أهلا بك دكتورة. أهلا بك. طبعا بنعرف أول حاجة إنه كل امرأة تبغى الوجه تبعها يكون بيبي، اكيد طبعا دائما نقول انه الوجه يكون مثل المرايه، في تشبيهات كثيره بتصير، لكن خلينا في البدايه اعرف ايش هي اسباب ظهور التجاعيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتجاعيد طبعا هي تعتبر يعني نقولها في كلمه واحده، هي عباره عن شيخوخه الجلد. زي ما اي عضو في جسمنا يعني بيمر بمراحل وبيحصل له شيخوخه، الجلد برضه بيحصل له شيخوخه. مع التقدم في العمر طبعا بتظهر التجاعيد في صور كتيرة هنتكلم عليها بالتفصيل. في بعض الناس بتظهر بدري، في بعض الناس بتظهر متأخر، بيعتمد على حاجات كتيرة هنقولها برضو إن شاء الله في الحلقة. طيب دكتور رحاب، هل طبيعة البشرة ونوعيتها لها علاقة بظهور التجاعيد بشكل أسرع أو بشكل أبطأ؟ لو كلمنا عن موضوع طبيعة البشرة، طبعا هو البشرة الفاتحة أكثر عرضة، أو البيض أكثر عرضة لظهور التجاعيد. البيض عن السمر. طبعا ده بنلاحظه دايما في الاوروبيين والناس اللي بيبقوا بيض قوي، دول بتلاقي التجاعيد ظهرت معاهم بدري جدا. الناس السمر بتلاقي التجاعيد تاخرت عنهم. في نقطه تانية طبعا البشره الجافه،
البشرة الجافة برضو أكثر عرضة لظهور التجاعيد من البشرة الدهنية. فإذا إحنا كنوعية بشرة في عندنا عاملين مهمين اللي هو اللون والجفاف. جميل. طيب في كثير من العوامل الخارجية أكيد اللي تأثر على التجاعيد، لو أبغى عن أنواع التجاعيد بنشوف مثل أحيانا بنات صغار عندهم تجاعيد، وأحيانا يكون ستات كبار واسم الله بشرتهم بتكون محافظة، لو تذكري لي ايش هي هذه الانواع المختلفه. طيب هو احنا قلنا العاملين اللي لهم علاقه بالبشره يعني نوعيه البشره، في عوامل ثانيه طبعا سواء عوامل داخليه او عوامل خارجيه بتاثر في ظهور التجاعيد، اهمهم هو العامل الجيني. الاستعداد، يعني في بعض الناس بتلاقي عندهم استعداد لظهور التجاعيد المبكره، ده بيبقى سبحان الله، ده يعني حتى هي ممكن تكون مثلا بشرتها يعني لونها عادي وما فيهاش جفاف بس التجاعيد بتظهر معها بدري. تاني حاجه الناس اللي بتبقى الاكسبريشنز بتاعتهم او التعبير الوجه بتاعتهم بيستخدموها بكثره، الناس اللي يعني سمايل او انهم عابسين كثير. صحيح. ده من الحاجات برضو الداخليه، اسلوب الحياه، التغذيه، العنايه، دي برضو عوامل بتاثر. بس في عامل مهم جدا وانا بالنسبه لي يعتبر اهم عامل في ظهور التجاعيد وهو التعرض للشمس، ده من العوامل الخارجيه المهمه جدا في ظهور التجاعيد، وبيظهر طبعا برضو اكتر مع الناس البشره فاتحه. بس الشمس طبعا لها عامل سيء جدا على البشره، ومن الحاجات الاثار السيئه ليها هي التجاعيد. تمام. حاجات تانية طبعا زي التدخين، زي شرب الالكهولز، زي عدم التغذيه الصح، عدم شرب الماء بكفايه، كافيين، قهوه كمان. الكافيين يعني مش هو نتكلم على الكافيين، هنتكلم بقى الناس اللي هي مدمنه قهوه اللي بتشرب كميات كبيره من القهوه، لكن الكافيين في الرينج المعقول ما فيش منه مشكله. تمام. جميل جدا. دكتوره، بعض الفتيات في سن صغير يعني خلينا نقول في العشرينات زينا يعني تظهر عندهم تعابير اللي هي مثلا حقه السمايل او مثلا لو كشرت، هذه ما لها اي علاقه بسن او بشيء زي كذا، بالرغم انه هي سنها صغير، يعني ممكن تلاقي مثلا واحده عمرها 18 سنه بس فعليا لما ترفع حواجبها او كذا فيها تجاعيد. هو يعني بصراحه احنا شايفين ان الموضوع التجاعيد زاد مؤخرا، عوامل كتيرة يعني أنا شايفة كتير. طبعا البنات بيخشوا في دايتس غلط، عايزين يفقدوا وزن بسرعة في وقت بسيط، ده طبعا بيسبب مش تجاعيد بس، ده ممكن يسبب ترهلات، والترهلات دي مرحلة متقدمة بيبقى صعب علاجها. بجانب العوامل اللي احنا قلنا عليها طبعا دي استخدام الميك اب بكثرة، ده ليه دور برضو في ظهور التجاعيد. يعني في حاجات كتير بتخش في الموضوع يعني بس يعني العامل الجيني زي ما قلنا هو مهم جدا في الموضوع. يعني ذكرتي قبل شويه موضوع الدايت قديش هو بيأثر على ظهور التجاعيد، بحيث انه الوجه يصير فيه ترهل وهي تقريبا احد انواع بدايه ظهور التجاعيد، هل هذا معناه انه البشره بتفقد جزء من مرونتها او نفس الفات اللي بيكون او الانسجه تحت البشره هي بتروح فبالتالي تبدا تظهر التجاعيد فيها؟ هو للاسف الترهلات هي دي مرحله متقدمه مش بدايه. تمام. الترهلات يعني هي نتيجه فقد كولاجين ودهون من الجلد بسرعه، فالجلد ما بيشدش نفسه فيحصل الترهل اللي هو يعني ان الجلد يبقى لوز يعني خلاص. فساعتها احنا مش ساعات كمان ما يعني ما بيبقاش ليه حلول غير جراحه. لما يعني انت لو بتفقدي مثلا كميات وزن كبيره في فتره بسيطه ساعتها الحلول تبقى صعبه يعني. طيب دكتوره رحاب، اكيد طبعا في طرق كثير ومختلفه لعلاج التجاعيد، خلينا نقول مثلا فيلر، بوتوكس، لكن انا بحكم انك انت ذكرتي الكولاجين، بنشوف انه مؤخرا في الكثير بيقول الكولاجين، هل فعلا هو بيكون علاج فعال سواء شربناه او حطيناه على البشره ولا لا؟ بالنسبة لموضوع الكولاجين ككريمات، هو بصراحة دوره ما يتعداش على مسألة الترطيب. ترطيب لأن هو الكريمات عموما يعني لها حدود في النتيجة بتاعتها. فالكولاجين يعني او الهيرونيك اسيد او غيره هي لها قدره على الاحتفاظ بالميه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتساعد في محاربه التجاعيد. موضوع الكولاجين الشراب او الكبسولات اللي طالعه دلوقتي، والله في يعني دراسات لسه في ناس بتقول استفادت عليها وناس ما بتستفادش عليها، فهو لسه الموضوع طبعا مش تحت الدراسه، ما في شيء مثبت الى الان.
طبعا في ناس يقول لك انه يعني بيدور وجههم فبالتالي يحس انه الوجه صار مشدود وكذا، زي ما حضرتك تفضلتي قلتي بتاثر على الناس وناس، لكن الان ما في شيء مثبت، لكن المثبت اكيد انه الفيلر والبوتوكس بيدي نتيجه حلوه، فكلمينا عنها. طيب احنا لو اتكلمنا عن موضوع علاج التجاعيد، انا حابه بس نقسمها الموضوع يعني ان جنرالي كده، هم نقسمه لحاجتين، يعني علاجات غير جراحيه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، والعلاجات الجراحيه اللي بتبقى في الحالات المتقدمه شويه. العلاجات عموما بتشتغل بطريقتين، في علاجات بتشتغل بتعتمد على البشره او بتعتمد على الشخص، يعني انا بحطها بستنى ان الجسم او جلدك يستجيب معايا، اوكي، دي زي الكريمات بجميع انواعها، زي بعض التقنيات زي البلازما او البي ار بي، الميزوثيرابي، الاجست الليزر، اجست راديو فريكوينسي، الايه، خلايا جذعيه، واتيفر، يعني الحاجات دي كلها بتعتمد انا ان انا هشغل، يعني هنشط الجسم بتاعك او هنشط جلدك، برافو عليك. فدي بتحتاج اولا وقت عشان الاقي نتيجه، بتعتمد على الشخص، يعني انا ما ينفعش مثلا اعمل جلسات بلازما او اعمل جلسات ده وانت بتعملي دايت وفي عندك مشاكل في الدم وعندك صح، مش هتستفيدي، لان انت بعتمد على ان انا انشط الخلايا بتاعتك وانشط الكولاجين والكلام ده كله. ده بقى يختلف تماما على نوع العلاج التاني اللي هو ما بيعتمدش على الكلام ده، وده زي البوتوكس والفيلرز والخيوط. ليه؟ لان الحاجات دي احنا بنحط حاجه بتعوض، يعني مثلا لو انا بحط بوتوكس، ده البوتوكس ده بيشتغل كدواء او علاج، بيدخل هو بيعمل ريلاكسيشن للمسلز او بيفرد للمسلز اللي هي تجعدت مع الوقت، فانا عارفه ان دي هتشتغل، مفيش وارد انها ممكن تشتغل وممكن ما تشتغلش، مفيش وارد اقول لك ده بيعتمد انت ممكن تستجيبي او ما تستجيبيش. البوتوكس فعال بالظبط. الفيلرز نفس الفكره، الفيلرز انا بدخل املا مكان، يعني مكان فقط دهون، بعوضه بحاجه زي اللي هو الهيرونيك اسيد اللي بيستخدم في الفيلر او غيره. الخيوط نفس الفكره، انا عندي ترهل او عندي ارتخاء، بدخل بشد الجلد بحاجه انا عارف ان الحاجه دي موجوده ومش مستنيه، هي لها دور تاني طبعا، يعني هو الفيلرز والخيوط بيشتغلوا برضو على الجسم وبيحفزوا الكولاجين بتاعه، بس على اتليست انا يعني متاكده ان هو هيدخل هيشتغل واتيفر انت يعني جسمك هيستجيب او لا. طب دكتور رحاب، هذه التكنيك اللي هي ما بين الفيلر والبوتوكس والخيوط، انتم ممكن تستعملوها كلها مع بعض على حسب كل حاله، صحيح؟ طبعا. طيب انا كنت ابغى اسالك عن الخيوط التجميليه تحديدا، بحيث انه احيانا يكون ما في نسيج فبالتالي ممكن تسبب زي نتوءات ظاهريه، فهل هنا مثلا تفضل استبعاد الخيوط التجميليه او كيف ممكن تتعاملوا مع هذه الحاله؟ بصي، هو اصلا موضوع الخيوط ده كمان لازم يعني ابين لكم ان هو يعني الخيوط دي رينج واسع، زي ما الفيلرز انواع، الخيوط انواع. تمام. في الخيوط اللي هي الحاجات الخفيفه خالص دي بتستعمل سوبرفيشال جدا ودي بتدي نضاره جاست. في حاجات تانية اللي هي الخيوط بقى اللي احنا بنتكلم عليها، الخيوط الشد دي لازم تتعمل بعمق معين ولازم تتعمل بتكنيك معين عشان ما تسببش اللي انت بتقولي عليه انه تؤاد وي وي وي. نعم. فطبعا هو كل حاجه ممكن تعمل اي حاجه. طيب دكتور رحاب، برضه في من ضمن التجاعيد اللي فعلا انا بالنسبه لي على الصعيد الشخصي من جد تضايقني، اللي هي الرينكلز اللي موجوده حوالين العين. اوكي. هذه آمن إنه أنا مثلا أستخدم لها الفيلر والبوتوكس، أو كيف ممكن السيدة تقدر تخفف من ظهور التجاعيد المحيطة بالعين؟ طيب نتكلم على النقطة الأولانية اللي أنت قلتيها اللي هي التجاعيد حول العين، وده هيجيبنا لحاجة اللي هي تقسيمة التجاعيد. خلاص، إحنا التجاعيد عندنا بتتقسم قسمين، قسم اسمه تجاعيد حركية، وبعد كده في حاجة اسمها تجاعيد ثابتة. التجاعيد الحركية دي اللي هي زي ما أنت قلتي بتبقى حول العين مع الضحك او مع رفع الحواجب او مع التكشير، دي الحاجات اللي هي الشائعه فيها. في حاجات تانية غير شائعه زي اللي بتبقى هنا حول الانف وغيره، دي بيبقى علاجها الوحيد هو البوتوكس. والبوتوكس لو اتعمل بدري، او يعني مش هنقول بدري قوي، يعني انا قصدي اول ما التجاعيد دي تبقى واضحه او تبدا تظهر، بنتجنب ان التجاعيد دي بعد كده تتحول معانا لتجاعيد ثابته، وساعتها يعني مثل المارك، اللي هي يعني انت بتلاقي ناس، أيوة، بعض الناس بتلاقي عندهم هنا الخطين اللي هم 111 دول بالظبط كده، بتلاقيهم دول ساعتها احنا لو عملنا لهم بوتوكس هتفرد معانا شويه بس مش هتبقى افكتيف، ساعتها بنضطر نعمل فيلرز. برافو عليكي. لان الفيلرز بقى نيجي لها دي في حاجه اسمها التجاعيد اللي هي الثابته اللي احنا قلنا عليها النوع الثاني اللي هو بيعبلنا، يعني انا مثلا واحده نزل عندها الوجنتين دول بقوا داخلين لجوه، ده مش هتحقن بوتوكس، ده لازم يتعبى فيلرز. صح. واحده عندها هنا الجوانب الوجه حبت تعب بيها، واحده عايزه ترفع الحواجب شويه والبوتوكس ما ظبطش معاها، ساعتها بنلجا لحاجه يعني تشد شويه نعمل فوليوم يسبورت المكان. فانا قصدي ان التجاعيد على حسب نوعها بنستعمل التقنيه المناسبه ليها. طب لو نبغى نتكلم عن الاعمار يا دكتور، يعني بنعرف احيانا تكون الاعمار سنها الصغير ممكن يستجيب اكثر، لكن لو نبغى نتكلم عن السيدات اللي وصلوا تقريبا نقول 45 50 سنه، بحيث انه يكون عندهم التجاعيد
بشكل أوضح بسبب أنه مثلا البشرة والمرونة تكون فقدتها البشرة عفوا، فكيف ممكن تتعاملوا معها في حالة التجاعيد؟ بالنسبة لل 45 وال 50 دي يعني على حسب طبعا البشرة وصلت لمرحلة إيه. يعني في ناس بنلاقيهم عندنا 45 و 50 وما شاء الله بشرتهم صحيح ما فيهاش أي حاجة صحيح، وفي ناس بالعكس بتلاقيهم في الثلاثينات وابتدى التجاعيد تظهر ووي. فطبعا هو السن ليه عامل، بس الأساسي هو تقييم الحالة هي محتاجة لإيه. طيب دكتورة خلينا نتكلم مثلا السيدة في المنزل، ايش في انواع او فيتامينز معينة انت تنصحيها تاكلها او تستخدمها في بيتها تحفز عندها مادة الكولاجين، تقلل من ظهور التجاعيد، ك يعني روتين يومي تستخدمه او تمارسه السيدة عشان تقلل من ظهور التجاعيد؟ بصي، هو موضوع الروتين اليومي ده من الحاجات المهمة جدا، وخصوصا في السن الصغير، عشان يعني نحاول نأخر. احنا هو التجاعيد يعني هتحصل بس احنا بنقول ان احنا نحاول نأخر على قد ما نقدر موضوع انها تظهر. فاذا انا لازم اعتني بالبشره من سن صغير. سن الصغير ده ممكن يبدا من سن 14 16 سنه، فاهماني؟ ده لازم يبقى ليكي على حسب نوع بشرتك روتين معين تنتظمي عليه. لازم غسول مناسب، لازم ترطيب، لازم واقي شمس، لازم لو انت عندك مشكله في البشره زي حب الشباب او غيره تتعالج. فالحاجات دي طبعا يعني بالميك اب بالظبط هذه نقطة مرة مهمة يا دكتور. طبعا دي حاجات. غير كده بقى موضوع الفيتامينز اللي بتقولي عليها اللي هي بتتاخد بالفم دي، بصراحة هو بقى في استخدام خاطئ موضوع الفيتامينز، بقى كله بياخد أي فيتامينز من نفسه والكلام ده. أنا طبعا أنا ما بنصحش كده خالص. أنا برجح إن الواحدة تاكل تغذية صح، تشرب مية كتير. لو هي عندها نقص في حاجة معينة، يعني هي لو شكة مثلا عندها نقص في الحديد، عندها نقص في الزنك، عندها نقص في الفيتامين دي، واتيفر ايه الحاجه اللي موجوده عندها مشكله تاخدها. يعني مثلا عملت تحليل والدنيا تمام، ممكن تاخد مالتي فيتامينز او مجموعه يعني فيتامينات. لو هي مثلا بتعمل دايت او ان هي حاسه بارهاق او الكلام ده هتساعدها شويه، بس ما تبقاش تاخدها بقى يعني على طول كده، هي لها مدات معينه اصلا. طب دكتوره ايش في ماده فعاله فعلا ممكن تعالج التجاعيد غير الحلول مثلا البوتوكس والفيلر؟ هل هنا موجود مادة أعرف يكون أبغى أقول إنها مادة سحرية مثلا؟ ما أعرف سمي لي هي بصي طبعا ما فيش حاجة اسمها سحر. أوكي، إحنا التجاعيد مبدئيا عشان نبقى فاهمين هي بتحصل إزاي، في عندنا ثلاث حاجات أساسيين بيحصلوا في الجلد بيتسببوا في ظهور التجاعيد. أول حاجة الجلد من طبيعته إن هو بيجدد نفسه. يعني طبقات الجلد بتتجدد، والجلد اللي هو الميت الخارجي الجسم بيتخلص منه ويطلع جلد جديد، والتجديد ده هو اللي بيخلي الجلد مشدود وصحي وغيره. مع التقدم في السن العملية دي بتقل كتير. وزي ما قلنا الجلد بيحصل له شيخوخة زي أي عضو في الجسم. طيب. تاني حاجة القدرة على الاحتفاظ بالمية بتقل. أوكي؟ تالت حاجة الترابط بين الخلايا مع بعض وبين طبقات الجلد بتقل. فأنا الكريمات اللي بستخدمها غالباً أو المستحضرات اللي بستخدمها بتعالج لي التلات مشاكل دول. حاجات مثلا بتحفز لي اللي هو التيرن اوفر او التجديد دوت زي احماض الفواكه والريتينويدز وغيره. حاجات تانية بتشتغل على الترابط بين الخلايا زي السيبيلين، حاجه طالعه جديده طبعا هي ممتازه وبروموتنج، يعني انها يعني الترابط بين الخلايا وبين طبقات الجلد بيزيد فبيديني ان الجلد مشدود وصحي. حاجه تانية بتشتغل على القدره على الاحتفاظ بالميه زي الكولاجين والهيرونيك اسيد والسيرامايدز وغيرها. طيب هذه اي عمر عفوا بس عشان اعرف هذه اي عمر ممكن يبداوا يستعملوها؟ اي عمر ما يفرق؟ لا مفيش مشكله، ما عندهم بس مشكلة. طبعا هي الكريمات الكولاجين ما يفضلش تحت 30. تمام. طيب دكتوره حاجه مهمه بس سريعه من جد تو تذكرتها لازم اسالك عليها لانه تخص التجاعيد. في الكثير بيمدحوا في الديرما رولر والديرما بن، تمام، قديش هدول الحاجتين مفيده لتاخر ظهور التجاعيد؟ الديرما رول والديرما بن من الحاجات اللي بتعتمد برضو على تحفيز الكولاجين بتاع البشره زي ما قلنا في الاول، من الحاجات اللي يعني بعملها زي تقنيه معينه بعملها بتستيميوليت الكولاجين بتاعك فبتعمل تجديد للبشره وبتدي نضاره وي وي وي. السيف تقدر تستعمليها اي وقت يعني اشتغل في البيت ديرما رول؟ لا بس هقول لك هي لها طرق، هي لطريقه معينه عشان تستفيدي منها اكوردنج طبعا هي طبيعه بشرتك ايه. يعني انت البشره الجافه غير البشره الدهنيه غير البشره اللي فيها مشاكل، لازم لها تعقيم معين وطريقه استخدام معينه. فطبعا انا افضل ان هي يبقى تحت اشراف طبي. هي كنصيحه اخيره لابد انه يكون في عنايه من سن مبكر حتى ما نوصل لمرحله متقدمه وما نقدر نعالج. دكتوره رحاب شكرا لك وشكرا على هذه المعلومات والنصائح. اهلا بك دكتوره رحاب. مشاهدين احنا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل.
تابعينا بعد الفاصل. هل حب النفس يعني الأنانية وما هي حدوده؟ الذي لا يحب نفسه لا يستطيع أن يحب أي شخص حوله. مشكلة حب الذات مشكلة كبيرة جدا ولها عواقب إذا إحنا ما حبينا نفسنا أو إذا حبينا نفسنا زيادة عن اللازم. كيف نقدر نحب نفسنا بطريقة تبعدنا عن الأنانية؟ جاوبنا على أسئلة كثيرة معنا اليوم المدربة والاستشارية النفسية فوزية السيف. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. طبعا كبداية أستاذة فوزية، هسأل إيش هو حب الذات قبل أن نخش في موضوع الأنانية؟ جميل. بالنسبة لحب الذات طبعا هو تقدير قيمة وقدرات الشخص الذاتية الداخلية. بس أبي أفرق يعني أنه في مصطلح حب النفس وحب الذات. حب النفس هو الحب المبالغ الذي يصل إلى الأنانية والغرور. نعم، ويصل فيه مكابرة وتكبر وغرور. أما حب الذات لا، لأنه إيمان، والإيمان ثلاثة يعني مراتب، منها مرتبة الإيمان بالقدرات. صحيح. موجودة في القرآن عندنا النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة، النفس اللوامة. المرتبتين اللي هي اللوامة والمطمئنة هم حب الذات. ليش لوامة؟ لأن أنا قاعدة أقوم نفسي على طول. جميل. بينما النفس الأمارة بالسوء هي النفس الأنانية. الشعرة بينهم وين تكمن؟ بمبالغة حبي لنفسي، مع أنه أنا ماني عارفة قدراتي بس أنا أحب نفسي. طيب مين يقيسها هذه؟ يعني هل هي منظور مثلا من رندة لغزل لعبير؟ مين اللي يدي هذا المقياس أنه أنا أحب ذاتي ولا أحب نفسي؟ هذا المقياس يعتمد على الشخص نفسه وقدراته. تمام. أنت تعرف إيش هي قدراتك الداخلية، إيش إمكانياتك اللي تقدر أنت تسوي فيها نجاحاتك. العامل الثاني أو المقياس الثاني اللي هو لفظ مثلا الأنانية، دائما يظهر كلمة الانفرادية، دائما مصطلحات الانفرادية عنده، بعكس حب الذات لاقينه دائما كلمات يتكلم الجماعة، بشكل جماعي، الجماعة معاه يعني دائما. هذا صحيح يقول أنا ناجح، أنا متفوق، أنا أستطيع، أنا قادر، لكن ما هو معناته أنه دائما في حالة انحياز عن الآخر. جميل. عنده عطاء لنفسه وعطاء للآخر. جميل جميل. طيب تحسين أنه لازم كل شخص يعزز هالحاجة هذه فيه؟ يعني زي إذا تسمحي لي أنه أنا مثلا أحب أشوف شكلي بالمراية وأحب أمدح نفسي وأحب والله العظيم من بنته، من هي بنته. فتعرفين أنه ساعات حتى الأشياء اللي أنا ما أقدر أعملها تلقيني واقفة على المراية وأقول إلا أقدر أعملها وأسوي واحد اثنين، يعني تعرف اللي أحسن نفسي لازم يعني أحس أنه كل شخص. ولا إيش رأيك أستاذة فوزية؟ كلامك هذا المربط الفرس. إحنا لازم نعزز أنفسنا من هذا الشيء، غير كذا حب الذات اللي يحب ذاته دائما الطاقة الإيجابية لنفسه والآخر. صحيح. تأكيدا لكلامك، أنت عندك مراية، أنا ترى عندي مراية طولي والله، أنا حاطتها عند الباب أبشرك. إيه جنب عشان ما أنسى على طول. أنا زيك عند الباب قبل هذا طالع بنفسي. وخصوصا مع التمارين والرياضة استانس أنه نقص وشوف وزني كيف. بالعكس هذه حب الذات. أكلم نفسي عادي، أنا في ناس يضحكون علي أنه دائما أكلم نفسي فيقولوا لي مجنونة، أكلم سيارتي، أكلم نباتي، عادي. هذه كلها من السيارة دائما أسولف. اسمعي أنت بتسوين كذا حبيبتي، لا تقعدين تورطيني. طبعا أنا مسميتها اسم مرة حلو وأنا مسميتها زي لا قولي قولي سيارتك عشان أصدق فوزية تقولي اسم سيارتك. سر أصدق فوزية والله سر، لا هي ولا غيرها. سر أستاذ فوزية، أبغى أسألك، هل حب النفس معناته أنه الشخص يحب يتملك، الغيرة الزايدة عن حد، هذه من الأنانية وحب النفس، ولا أنه هذا الشخص يحب نفسه في... كلام سليم. بالنسبة لحب الذات لا، حب الذات حيكون دائما عنده مبدأ العطاء للحوالينا ولنفسه. دائما أصلا يكون عنده القناعة. ليش؟ لأنه منبع الأساسي عنده الإيمان، سواء إيمان بالله أو إيمان بقدرته. صحيح. أما حب النفس دائما
تفكيره منحصر بإمكانياته المادية والدنيوية، عمره ما يفكر بشيء ثاني. ممكن يعني يصل انه يصل مراحل الغرور، الحسد، الغيره، غيره زي ما ذكرتي. المهم انه يصل للمرحله الماديه اللي يبيها، وما يهم ايش ما يهم النتائج. طيب استاذه فوزيه، الفرق بين الانسان اللي يحب نفسه ويحاول يعطي دائما رفع معنويات ودفع لنفسه، والانسان اللي ممكن يكون مغرور، لانه بين الغرور وبين حب النفس شعره. صحيح. فكيف الشخص يقدر، أو ما حقول طبعا اكيد اللي يكون مغرور ما حيقدر يقيم نفسه يقول انا مغرور، لانه هو مو شايف نفسه اصلا مغرور، لكن احنا كده بشكل عام مثلا لو كنا جالسين في مجتمع، كيف انا كغزل اقدر اشوف انه دي الانسانه لا هي واثقه من نفسها وتحب نفسها، لانه هي وصلت في يوم من الايام لمكان او منصب او مرحله معينه. صحيح. وانه دي الانسانه بقع الفاضي ومغروره. بقع الفاضي والله. اي والله فعلا كثير بقع هذا البقع. هلم جره ما نقدر تحتها 20 خط. الشيء المهم في الانانيه دائما يصنف انها شح بخل. احنا نعم احنا نعرف ان الشح دائما بخل مادي. نعم. الشح الاساسي ندرة أو منع العطاء بأي شكل كان، سواء كان عطاء مادي أو معنوي أو نفسي. صحيح. الحب النفس أو الأناني دائما يركز على الشح دائما، يعني مقوقع نفسه على هذا المجال، فبالتالي هو ما راح يعترف، لكن تصرفاته توضح. يعني يكون دليل نقص أستاذة فوزية. نعم. عنده نقص معين. نعم. أساسا أغلب اللي يكون عندهم حب في النفس تلاقينهم مروا بمراحل، إما أنه تكون عنف أسري، عنف جسدي، أي نوع من العنف. الطفولة لها النوع الثاني. نعم. التربية. تنمية أو تنشئة الأطفال من الأسباب فعلا اللي إحنا نغرسها في الأنانية في أطفالنا. دائما نقول لهم نفسك وبس، ما عليك من أحد. صحيح. غلط. أنا أقول له أنت ابحث اسعى، لكن لا تنسى أنه الآخرين محتاجين. إحنا عززنا عندهم هذا المجال، فصاروا حتى الأطفال الحين نفسي. صحيح. دائما تسمعين هذه الكلمة. ما علي من أحد. والله لو جيت اخذ منهم حلاوه تلقاني يصيح حلاوه في الورق. ما يعطونك الايديات، ما يعطونك مشاركه. صح. كنت بتتكلمي عن حب الذات، انه الشخص هذا يكون معطاء. نعم. طيب خليني ارجع هنا شويه بتفاصيل اكثر. في ناس كثير بيكونوا وصلوا لمرحله من اجتهدوا وتعبوا من الفائض صار عندهم عطاء. نعم. فقد شيء لا يعطيه، والبعض يقول يعطيه. صحيح. طيب انا برايي فقد شيء لا يعطيه. فهل الانسان لما يوصل لمرحله من الاكتفاء ساعتها يقدر انه هو يحب الناس اللي حوالينه ويقدر يعطيهم او لا؟ لما يصل الانسان لمرحله الاكتفاء بالعكس يبدا عنده الخبره الزايده. تمام. يبدا يعطي اكثر ويبذل اكثر. حلو. اعطيكي على سبيل المثال، انا عن تجربه ما صرت استشاريه الا لما انا مريت بعده خبرات أعطتني اكتفاء ذاتي نفسي يعطيني مجال أني أدخل. صحيح. المجال الاستشارات عشان أنا أبدأ أعطي الآخرين. صح أنه فقد الشيء لا يعطي، لكن مو معناته أنه أنا أبوقف ما راح أعطي، لا أنا بحل مشكلة هذا الشيء. صح. اللي عندي عشان أبدأ أعطي. صحيح. فبصيل بصل إلى مرحلة أنه أنا وصلت مرحلة الاكتفاء اللي أقدر أفيد الغير. لكن الأناني مستحيل حتى لو عنده نقص يحاول يعالجه، لا يعالجه بأمور وهمية. طيب أستاذة فوزية، يعني من الأشياء من الأشخاص المهمين حوالينا، يعني وما ننكر فضلهم علينا كلنا سواء كنا كبار أو صغار، هي الأم. نعم. ودائما إحنا عارفين إنه قد إيه الأم تبدي لأبنائها عن نفسها. متى الأم يعني إيش توجه لها الرسالة عشان تحب فيها نفسها قبل لا نختم؟ سيري شوية أنانية، يعني خليكي تكها. أيوة. يعني شوية بس أنانية، حبي نفسك شوية عشان ما تظلمي نفسك أنت بعدين. صحيح. هذا مو يبغى لها تكة، أمهاتنا يبغى لهم تكات. أي والله، بريك قوي بعد. أي والله مسكين. الأم دائما أكبر وصف لها أعطاه، بما أنه تخصص علوم، فصيلة أو. فصيلة أو تعطي ولا تأخذ من أحد. صحيح. مو معناته أنه الأم لازم ما تأخذ من أحد، غلط. يعني أنا أقول أوكي ربي
عليك واجب تربية، لكن عليك حق لنفسك. صحيح. دائما كلنا نسمع هذا الكلام، ولك عليك حق، أوكي جسدك عليك حق، وين مجال ولنفسك الأم؟ عليك حق. نعم. ليش الأم هنا حرام عليها هذا المجال؟ فالسبب الرئيس ترى المرأة دائما اللي هي الأم معطاءة. هي معطاءة أكيد، بس اللي خلاها معطاءة أو تنسى نفسها شعورها بالقلق أنه أنا مقصرة في الآخرين. أنت ما قصرتي، أنت سويتي اللي كل أم تسويه. صحيح. مهما كان يعني كفاية الحمل والولادة والفترة التربية سنتين هذه أقل شيء، هذه كلها عطاء. هي ما تقدر. نعم هي ما تقدر تلقينها بطبعها دائما تعطي، دائما تعطي وما تاخذ. صحيح. حتى لو جيتي قدمتي لها مثلا شيء او قدمتي لها استراحه انه روحي سافري روحي، انه ما لا. تقدر. ايوه صحيح. هو يرجع السبب انه تربينا على ان تقلق على عيالها. هذا اكبر خطا نشا الاطفال، انه عند عديمين الشخصيه. صحيح. معاها انانيه زايده. صحيح صحيح اتفق. ففعلا تلاحظي كل الاطفال الحين يعتمدون على امهات ومهاليهم. عن تجربه عندي ثلاثه اطفال الله يحفظهم. الكبار اعتمدوا بقوه، كان دائما انا كنت معارضه عند اهلي انه انت ليش تربين عيالك كذا، حملتيهم مسؤوليه كثير. للأمانة ما شاء الله تبارك الله واحدة منهم تدرس برا وعايشة حياتها، بالعكس يعني تحملت مسؤولية علمتها أنها تتحمل وزرعت الثقة فيها. لها الصغير عندي ما عليه ماشي حاله، بس عشاني لملمت عليه برضو ايه صار متعود صار هذا عصامت. هذه هي المشكلة. ففعلا يعني احنا لازم نفكر بإدارة الوقت مع الأم. مو مشكلة توزيع المهام، يعني مو بعيب انه الأم توزع المهام بينها وبين الآخرين عشان تاخذ لو ساعة ساعتين استرخاء. صحيح. اي مجال هي عملية موازنة في الآخر تكون عملية موازنة. صحيح. معك حق استاذة فوزية، يعطيك الف عافية، شكرا تواجدك معنا اليوم والحديث معك لا يملك المعتاد استاذة فوزية. الله يسعدكم، انا اللي سعيدة فيكم صراحة. احنا اسعد مشاهدينا. زي ما قالت لنا استاذه فوزيه، لازم نحب نفسنا لكن نبتعد عن الانانيه، خاصه الام. حبي نفسك وبانانيه، حبي ذات. هنطلع فاصل ونرجع. تابعينا بعد الفاصل، عالجوهم قبل ان تزوجوهم. التحاليل والفحوصات اللي نسويها قبل الزواج بحيث نشوف في تطابق او لا، كمان في فحوصات جديده لابد انها تدرج اللي هو التحليل النفسي للمقبلين للزواج، حتى نتدارك من الكثير من المشاكل وحالات الطلاق، بحيث انه في بعض المشاكل نلاحظها ونكتشفها بعد ما يتم الزواج. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، ورحب بضيفتي في الاستديو الاستاذه نسرين ابو جدايل. حياك الله استاذه نسرين. اهلا بك. اهلا بك. بنعرف انه في كثير من حالات الطلاق تتم بسبب انه احد الطرفين، ما بقول الرجل فقط، عنده حاله نفسيه، وكثير كنا نسمع زمان يقولوا زوجوه يعقل، فلو تكلمين عن هذا الموضوع. في البدايه طبعا يعني احنا بس نبغى كنا في الحلقه هذه نركز انه الكلام يشمل الجنسين. تمام. عشان بس الرجال ما يزعلوا مننا في الحلقه. لا هو الكلام لا يشمل الجنسين، لان احنا نتكلم عن زواج يعني رجل ومراه. صحيح. طبعا فحوصات الزواج احنا يمكن تكلمنا عنها قبل كده وقلنا هي عباره عن فحوصات دم بتشمل على الامراض الوراثيه والمعده اللي اقرتها وزاره الصحه. حلو. خلاص. طبعا البرنامج لما بدا من حوالي 15 سنه او اكثر كان فقط بيشتمل على فحوصات اللي هي الصوره عامه للدم والامراض الوراثيه فقط. صحيح. مرضين وراثيين اللي بيتم الكشف عنهم وليس كل الامراض. تمام. وبعدين بعد فتره تم إضافة اللي هي الأمراض المعدية اللي هي الكبد الوبائي باء وجيم وإيدز. بعد فترة تم إضافة فحص المخدرات للإخوة الغير عرب، عفوا الغير سعوديين اللي حيتزوجوا من سعوديين. تمام. فهذا المؤشر يعني أنا متفائلة به، لأنه معنى كده أنه في أبديتنج كثير أو تحديث قاعد يصير في علشان في الوزارة. تمام. على أساس أنه يصير كنترول من جميع النواحي في موضوع الزواج. حلو.
حكاية زوجوه يعقل هذه لا هي ما هي كذا يعني، يمكن هذا كان الرذم القديم. صحيح. حاليا احنا يعني في عالم يمكن آخر، أو يمكن الدنيا شوية تطورت أو تقدمنا شوية، لأن يعني هذا الكلام ما عاد صراحة يصلح. عرفتي كيف؟ يعني الزواج يبغاله يعني، يعني يمكن إن سألتوني أنتم عن مقال كان اللي كتبته، يمكن المقال عن غزل. ما شاء الله عليك. صح، كنا في الموسم اللي فات سألتك عن هذا المقال وكيف. أيوة المقال هو أنا شوفي لما كتبت عن مقال عالجوهم قبل أن تزوجوهم، أنا الحقيقة سئلت كثيرا أنت تقصدي بنا كل المقبلين على فحص الزواج. أكيد. كل المقبلين على الزواج، يعني ما قصدت في أحد معين أو رجل أو مرأة، قصدت في المقبلين على الزواج. أنت بس بتتكلمي أستاذة نسرين تحديدا بشكل أو على السايد النفسي. هي الجزئية ما هي فقط نفسية. أوكي. يعني عندك الجانب النفسي والجانب التربوي. أنا العلمك هذا مو أول مقال أنا كتبته. أنا يمكن سبق كتبت عن طلاق الزواج المبكر، لأنك بتزوجي في سن في غير سن الوعي. عرفتي يعني لسه الواحد ما اكتمل نمو وما اكتمل الوعي وهذا مو معناته أن أنا ضد الزواج المبكر. يعني لا يقرأ، في بعضهم يقرأ يعني بس الأشياء اللي يبغاها. صحيح. عرفتيني كيف؟ لكن لا، أنا ماني ضد الزواج، زوج مبكر، بس هل قد المسؤولية؟ هل صحيح. هل أنت في مستوى وعي؟ لأني أنا من خلال يعني خبرتي الطويلة في العمل في هذا البرنامج ومواجهة جمهور يعني أواجه ناس، أنا بواجه جنسين يعني عارفة، الرجال والنساء. فحتى المطلقين بيقولوا لك أنا من أستفدت من تجربتي الأولى لأني أنا كان عمري صغير وقت ما تزوجت. تجيك البنت تقول لك أنا استفدت من تجربتي الأولى، عرفتي، لأني يعني أضافت لي، فالآن هي بتتأنى في اختيارها الثاني. عرفتي يعني هي المنظومة كلها على بعضها يعني يبغالها تدريب، يبغالها توجيه. أنا يمكن كتبت برضو مقال عن كونوا أصدقاء لأبنائكم، لأنه أنت ما تعرفي ابنك هذا جالس مع مين، بيستمد. ما هي المشكلة تبدأ بالصحبة والجلسة والأفكار، وتكبر وتصير المشكله بعدين. طيب ما تعرف من فين تحفظين. ممكن اسالك، معلش قاطعتك، بس عشان ما نطلع من الحديث هذا، ابغى اعرف لما تفحصونهم نفسيا كيف او تربويا، انه كيف يبان معكم بالفحص انه هذا مثلا انسان عنيف، هذا انسان ما يصلح انه. الفحص النفسي والتربوي هذا ما هو من ضمن فحوصات الزواج، هذه جزئيه يعني. هو يفضل انه اي شخص يعني مقبل على الزواج أو يفضل انه يقرا ويتثقف. في اليوم ما شاء الله ارشاديين اسريين كثير، في مراكز تنميه كثير، في اخصائيين نفسي ممتازين جدا. يعني حتى لو ماديا الشخص غير مقتدر انه يروح لمركز ويتعالج مثلا، ليش ناخذها علاج؟ ليش ما ناخذها ثقافه؟ ليش ناخذ الموضوع ان انا مريضه ليش انا لا مقبله على موضوع، خليني اروح اتعلم. طيب اقرا انت لو حتى ماديا ما تقدري، لو فتحتوا السوشيال ميديا حتلقوا كثير يعني من الاخصائيين الاجتماعيين والتربويين بيتكلموا في هذا الموضوع. يعني تغريده ممكن ترى تغير تفكيرك كله. اكيد. يعني افهم من كلامك استاذه نسرين انه افضل او احسن بجانب الفحوصات ما قبل الزواج انه يا ريت يكون في موجود مثلا مركز الاستشارات النفسيه والاجتماعيه والسلوكيه. أيوة. يروحوا فيها الزوجين الاثنين، المراه والرجل. أيوة. مش بس الرجل الاثنين. أيوة. لانه دائما هم بيقولوا انا بركز على الرجل، لانه فعلا استاذه نسرين لو صار الموضوع ده راح تخف حالات الطلاق، راح تخف حالات التعنيف للمراه، راح تخف حالات التعنيف للاطفال. فعليا ممكن يكون الرجل او المراه ظاهريا سليم وممتاز وبكامل قواه العقليه، لكن فعلا لما يدخل معترك الحياه الزوجيه. وهذا كمان يا غزل يقول لك مثلا زي ما انا بعرف اذا في تطابق في الدم او توافق، خليني كمان اعرف في تطابق في الشخصيه او لا. طبعا يعني هي كمان لا تنسي ان احنا في مجتمع بيحكموا بعض العادات والتقاليد، وكل ناس لهم طريقتهم، ما نعيبها، بس لازم يعني عارفه انت في موضوع الان على المحك. عرفتي كيف؟ انت راح تكوني راح ترتبطي ارتباط وثيق بشخص. أكيد. يعني راح يكون في حياتك شخص ثاني، يعني حرام انه ينظلم. عرفتي كيف؟ فلازم الحقيقه يكون في تعارف، يكون في مصداقيه، يكون في وضوح بين الطرفين، علشان بس نقلل حالات الطلاق. يعني اليوم الطلاق ما اصبح مجرد طلاق ورقي، اليوم صار في طلاق عاطفي يسموه. صح ولا لا؟ صار في اطفال يعني بينشأوا في بيئه سلبيه. صحيح. فيكبر خلاص الافكار في راسه انه امه وابوه فيهم كذا، او شاف السيناريو، فبالتالي تسبب له عقده. استاذه نسرين في بعض الامراض النفسيه ما تظهر، زي مثلا ثنائي القطب،
اللي مثلا يكون عنده انفصام في الشخصية، اللي يكون عنده الشيزوفرينيا والبارانويا ودي الأشياء، هذه ما بتبان. هذه مو يعني مش المقبل على فحص الزواج حيكتشفها، هذا لا، تقييم نفسي بالضبط. يعني ممكن يتدخل الطب النفسي في هذا الموضوع يعني لو طيب. لزم الامر. دكتور استاذ نسرين، التقييم النفسي احنا فهمنا انه له فوائد عديده قبل الزواج، لكن مع الوقت ايش فائدته مستقبليا؟ ايش تاثيره على الحياه الزوجيه ما بين الزوجين وايضا لما يكون في اطفال؟ طبعا كل ما كان الشخصين يعني نفسيتهم مستقرين، طبعا يعني ارجو انه ما حد يكون فاهم انه احنا بنطبح للمثاليه لانه هذا غير صحيح، او حياه رومانسيه او خاليه من المشاكل. لا لا، اقل شيء انه تخف نسب أيوة. الطلاق عندنا مثلا في تخف المملكة. نسب الطلاق، يعني الزواج عارفه جميل انك تكوني عايشه حياه مستقره صحيح. حتى لو فيها شويه زعل اوكي، حتى لو فيها بعض الخلافات، بس احنا نسميه ملح الحياه. ملح الحياه أيوة. مو مشكله مو شبكه مو شبكه سموها سبايسي سبايسي عرفتي، بس على الاقل انها تقل، لانه مش معقول انه حيكون حياتك كلها خلافات مع هذا الرجل، لانه فعلا في زيجات كثيره مستمره للاسف الشديد وكانها لم تكن زيجه، يعني عارفه زواج لكنه غير سعيد، زواج لكنه غير مستقر. المشكله يا استاذه نسرين ايش اللي بيصير؟ في كثير من الناس يكون عندهم الرغبه بالزواج، ولكن لما يتزوجوا يصير عندهم صدمه، انا ما كنت احسب انه الزواج كذا. فهل من ضمن الفحوصات او الجلسات الاستشاريه اللي ممكن تكون موجوده تقدر تقيم الشخص وتبين له مدى المسؤوليه اللي ممكن هو يكون فيها، وفبالتالي ممكن حتى الاخصائيين يحددوا اذا هو شخص مستعد لهذا النوع من المسؤوليه والتضحيه والمشاركه وهذه التفاصيل او لا؟ انا من خلال عملي مع احد يعني الزميلات العزيزات جدا علي، كانت هي يعني احد اخصائيات علم النفس او اخصائيه نفسيه، يعني لما ناقشتها في بعض الحالات الحقيقة حطت يدها على صغائر الأمور أنا شخصيا ما كنت أعرفها، فجماعة علم النفس حيعرفوا كيف يعالجوا هذه الأمور، حيعرفوا كيف يوجهوا الشخص، حيعرفوا كيف يضبطوا أفكاره، حيعرفوا كيف يحطوه على الخط السليم، عرفتي كيف؟ فبالعكس يعني اللي حابب ياخذ هذه الدورات او كموجوده في كل مكان، يعني هي على الاغلب يعني اللي افهم من كلامك زي ما تصير انه هي استشارات نفسيه، مو شرط انه انت تروح عند دكتور عشان تتعالج من مرض نفسي، انت بتروح تعمل استشاره نفسيه في كيف تقدر تتعامل مع في سيدة. فرق انك انت اوريدي خلاص شخصت مريض نفسي، انت عادي يبغى لك علاج، وفي فرق انا واحده رايحه اتثقف زي انت الان داخله المطبخ وبتقري في الكتاب ايش حتعمل ايش حتحطي بديله بالضبط بالضبط نفس الشيء. جميل فعلا. جدا يعني استاذه نسرين يطول الحديث والشرح في هذا الموضوع، بس انا مؤيده لهذا النوع من انا معاكي انا معاكي تمام، بس انا يعني هنا عندي حاجه بسيطه، هل تعتقدي انه احنا مجتمعنا هيتقبل انه يسوي اشياء زي كذا ياخذ استشارات نفسيه؟ المجتمع العربي المجتمع العربي ككل اتوقع ايوه، يعني في تغيرات ومؤشرات كثيره ما ابغى اذكرها الان، يمكن كلكم تشهدوا معي على الساحه ايش في صحيح. المجتمع تقبل وتقبل بالرغبه وتقبل صحيح. بعد فتره وتقبل صحيح. امور كثيره، يعني انا لا اعتقد انك انت لما تيجي مثلا تبغى تصححي مسار، يعني انا واحده ماشي غلط وانت جايه تبغى تصححي المسار اقوم اقول لك لا والله خليني مستمره في الغلط، ما في انسان عاقل اكيد صحيح. طبعا صح ولا لا؟ اكيد طبعا. طيب كيف طريقه التوعيه من جهتكم من طرفكم انتم؟ كيف ايش التوعيه اللي انتم جالسين تقدمونها للناس؟ شوفي برنامج فحص الزواج الحقيقة ما في توعية نفسية يمكن أو استشارات يعني نفسية في أثناء التحليل أوكي، لكن في قسم يعني مختص بهذه الأمور. بس كيف أنتم يعني إذا ما في توعية كيف تبغين تحمسين الشباب أنهم يروحون؟ يعني أنا واحد جاي أفحص ما قبل الزواج. شوفي الحقيقة أنا مو لما يجيني أحد يحلل فحص زواج أنا الحقيقة بنسأل أسئلة كثيرة كثيرة خارجة عن هذا الفحص، عرفتي؟ فالشخص هذا لما يجيكي عارفة اللي يجيكي خلاص ضعيف أو يجيكي خلاص ما لقى أحد غير أحد يثق فيه إنه يتكلم معه، فأنا شخصيا بوجه التوجيه الصحيح، إن كان يبغى يسوي تحاليل إضافية أقول له كيف طريقتها، إذا كان يبغى استشارات. بس إذا جاء عند دكتور غيرك دكتورة يعني هنا الحكي أنه أنت يعني ما شاء الله واعية وتبغين الناس أنه يكونوا في أمان ويكونوا بحياة أسرية مرة حلوة، بس الدكاترة الثانيين تتوقع أنهم أو الحقيقة زملائي الحقيقة بيعملوا مجهود كويس الحقيقة أنا أشهد لهم، لأنه أنا ما بشتغل على فكرة لوحدي، أنا شغالة تحت منظومة ومعايا فريق. جميل. أيوة جميل. يعني الزملاء والزميلات ما بيقصروا يعني متعاونين. أستاذة نسرين أفهم من كلامك أنه هي أفضل إن شاء الله المجتمع أفضل بالزبط. والمجتمع صحي أكثر بالزبط. والمجتمع مترابط بالزبط. بشكل أقوى مبارك.
حبوا بعض. حبوا بعض. اي حبوا بعض. استاذه نسرين ابو الجدال شكرا لك على هذه المعلومات، وان شاء الله باذن الله يعني احنا نكون في تطور ومن حسن الى احسن ان شاء الله، ويعيش مجتمعنا في امن وامان وسلام ومحبه ان شاء الله. شكرا لك، شرفتينا. الله يخليك، تسلمي يا رب. مشاهدينا فاصل ورجعنا لكم من جديد. تابعينا بعد الفاصل، غالية أمين تكشف خبايا أسبوع الموضة في لندن. ما زال أسبوع الموضة في لندن، في لندن طبعا مستمر، بس خلونا نروح نشوف هالتقرير مع غالية، مع الزميلة غالية أمين. اوكي طبعا احدث صيحات ربيع لازم اقولها. ايوه لا عارفه ليه؟ لانه في الربيع الملابس دقت عليها، لاحظوا انها دقت ملابس يعني صيحات الربيع، الربيع والشتاء. انا اتفق معك. يلا صحيح. طيب خلونا نروح نشوف غاليه مين، نرجع من جديد. لندن فاشن ويك انتهى من أيام شفنا فيه أجدد الترندز وأكبر عروض الأزياء العالمية، كان فيه كسر الحواجز المألوفة في الرانويز، شفنا فيه كمان بعض المصممين العرب والخليجيين. من أهم المصممين وعروض الأزياء اللي شفناها بيربري وتمبرلي لندن ورولاند مورا. من ضمن الصيحات أول ترندز اللي شفناها في العروض كانت الكشكشات الكبيرة والتيلرد أوتفيتس والشولدر كات أوتس وكمان الشير شيفون. ومن أكبر عروض الأزياء اللي كانت في لندن فاشن ويك عرض أزياء بيربري اللي جاء من الكرياتيف دايركتور ريكاردو تيسي، وكان فيه كثير من المفاجآت. واحدة من المفاجآت أنه تيسي عرض التيشيرت للبيع على هز انستغرام أكاونت. شفنا على الرانوي حق بيربري كثير من التنانير اللي فيها بليتس، وكمان شفنا النيوترال كولرز والأورنج كولر كان في أغلب الأوتفيتس. الحلو فيه أنه كان كلاسيكي مع الهيلز، وكمان كل القصات كانت مرتبة وهادئة ومتناسقة. أما بالنسبة لفيكتوريا بكم فأول مرة تطلق مجموعتها في لندن فاشن ويك، واحتفلت بمرور 10 سنين ليها في عالم الموضة، وكان الفرنت رو مليء بأفراد عائلتها. المصممة عرضت كثير من الأوفر سايز بليزرز وكمان البنطلونات الفضفاضة والسكيني بانس اللي فيها فتحة من عند القدم، اللي صارت على طول ترند في لندن فاشن ويك في الستريت ستايل. المصمم رونالد مورا اللي انعرف بالجالكسي دراس وحطه على خريطة الموضة العالمية حب يغير من تصاميمه ويستوحي أفكاره من المرأة العصرية. شفنا كثير من البوتنز الواضحة على التنانير وكمان الأقمشة الخفيفة وقماش الشيفون والألوان الموحدة والمقلمة. كان عرض أزياء تمبرلي لندن من أقوى العروض للمصممة أليس تمبرلي، شفنا فيه كثير من الفساتين المشكوكة والتو بيس سوتس والجمب سوتس اللي جات بالترتر الملون، وكمان شفنا البرنتس انسبايرد باي نيو كلاسيكال أركيتكتشر. أما العارضات فجوا من جميع الأعمار والأعراق والمهن، شفنا الممثلة اللي جدا مشهورة من مسلسل جيم أوف ثرونز ناتالي إيمانويل تمشي على الرانوي، وكمان المصورة ألين والموديل الحامل أريزونا ميوز. ماري اللي معروفة بقصاتها وطبعاتها الغريبة حبت أنه يكون هذا الكولكشن تشكيلة من المقتنيات زي طوابع البريد، وكمان كانوا الأوتفيتس كأنهم أرت أوف ووركس بيمشوا على الرانوي. شفنا في عرض ماري ميكس في القصات والألوان والأقمشة، وكمان شفنا كثير من البلاستيك، وأغرب شيء كان في العرض أنه المودلز اختتموه بملابس كأنها برفيوم بوتلز، ودحين أسيبكم بمقتطفات من العرض. شكرا لك يا غالية، مستنيني أعلق. طبعا أنا حبيت بعض القطع الجيدة، بس أهم شيء طبعا أنا عندي الألوان بالنسبة لي، وحبيت كيوت مرة الموديل الحامل. أيوه إن هم يعني بيحاولوا إنه
يعني كل الناس تقدر تلبس، سواء كنت حاول، سواء كنت نحيفة، سواء كنت تخينة، ايوه بكيفك البس. اصلا على فكره هي طلعت موضه حكايه الملابس الواسعه، سواء كنت حامل او ما انت حامل، سواء كنت مثلا تخينه او ما انت تخينه، يعني اي احد يقدر يلبس. انا اقصد لو فاكره السنه اللي فاتت كنا بنتكلم انه صار ممنوع انه يعمل فوتوشوب على المودلز في فرنسا، ان هم يعني يتعايشوا يعني يعيشوا جو البنت النحيفه مره في عروض الازياء، في دور الازياء. فانا حبيت انه يعني في هذا العرض كان في وحده حامل، انه كمان برضه بيتكلموا على السيدات اللي اوكي حتى لو حامل فانت جميله، مو معناته انه انت وحشه. صحيح. انا اللي عجبني طبعا في كل التقرير هذا في اسبوع الموضه اللي صار في لندن، حبيت طبعا بيربري وفيكتوريا بيكهام. فيكتوريا بيكهام. وانت يا رندا؟ والله كله اي شيء الوان حلوه كذا، الوان زاهيه حلوه تلفت، تجيب لك العافيه. صح. في واحد كانت لابسه ايش، برتقالي اورانج، برتقالي كان اورانج والتنوره بيج، بيج حبيت. حلو. مره حبيت. حلو. كانت حلو. حتى فستان غالي حلو، فستان غالي مره حلو، لبسه اليوم مره حلو ما شاء الله. صح. اي كثير كانت حلوه طلتها. طيب عندي خبر جدا مهم، انه بكره راح تتم عمليه فصل التوام السعودي على يد معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه. كاميرا سيدتي اتواجدت اليوم وحضرت التجهيزات للعمليه. خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونشوف الحاله. جميل. خرجنا إلى الحياة ملتصقتين لا ترى كل واحدة منهن الأخرى. علمين أي واحدة؟ هذه شموخ وهذه شيخة، الله يحفظهم إن شاء الله. واليوم حالة شموخ وشيخة الطفلتين السياميتين البالغات 4 أشهر من العمر على طاولة الدكتور عبد الله الربيعة، والتي درست بقيادته بجانب فريقه الطبي، والذي تقرر فيه موعد العملية في صباحات الغد الباكر. ما معجبات الكاميرا ما شاء الله عليها. الله يحفظ. الآن زي ما تشوفون جالسين نجهزهم للعملية بكرة، بتجهيز الأمعاء وتجهيز التحاليل والمغذيات زي ما تشوفوا ركبوها عليهم، وإن شاء الله إنه العملية تبدأ بكرة الصباح إن شاء الله 8:00. نتوقع أنها تأخذ حدود 12 ساعة إن شاء الله على 8 مراحل. والأهل اليوم جينا عشان نشرح لهم العملية ونجيب على بعض استفساراتهم، وزي ما شفتوا الحمد لله أنهم يعني متفائلين، وإحنا جميعا بتوفيق رب العالمين متفائلين إن شاء الله. والله أنا يعني بالبداية الحمد لله يعني استأنست أنهم توأم صراحة، بعدين جت المفاجأة صراحة أنهم توأم متلاصق، وقالوا لي المستشفى إذا أنت حابة تكملين هذا المشوار خليهم، وإذا ما أنت حابة هذا الشيء يعني عادي تقدرين تنزلينهم. فيعني استخرت أنا والحمد لله يعني ارتحت إني أجيبهم، الحمد لله جبتهم. في البداية نراجع فترة الحمل، تم اكتشاف اللي هو أنه بينهم تلاصق وأنهم مكان التلاصق بالحوض، ثم تم تحويلنا للحرس الوطني وتم عمل لهم اللازم والعلاج، والآن ننتظر عملياتهم. الآن عملية مقررة غدا، والله يهونها إن شاء الله عليهم يا رب. طبعا الله يطمن قلب أمهم وأبوهم عليهم، هم بنات صغار لسه عمرهم 4 شهور، وإن شاء الله بإذن الله يقوموا بالسلامة ويكونوا بصحة وعافية. طبعا هذا مو جديد على الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اللي هو كان رائد في هذا المجال من العمليات، يمكن هذه العملية رقم 46. كل الشكر والتقدير للدكتور ولحكومة المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة ومستشفى الحرس الوطني على قيامهم بمثل هذه العمليات الضخمة، سواء للسعوديين أو حتى لغير السعوديين اللي استقطبوهم من خارج السعودية. الله يجعله في ميزان حسناتكم.
طبعا احنا ما في غير ان نتمنى لهم الشفاء اكيد طبعا. وقلوبنا معاهم ونتمنى ان نسمع كل الاخبار المفرحه ان شاء الله باذن الله، وحنطمن على حاله الطفلتين غدا باذن الله. يعني بعد اللي انت قلتوه ما في كلام ينقال، ان شاء الله ربي يقومهم بالسلامه، ومن جد اهم حاجه ان احنا نطمن عليهم بكره. مشاهدين احنا هنطلع فاصل واكيد مكملين معاكم. تابعينا بعد الفاصل، تعرفي على احدث ديكورات الجدران باقل التكاليف. طبعا من الاشياء اللي تهم المرأة وتلفت نظرها ديكورات المنزل، يمكن من جد اغلب السيدات بتواجه صعوبة احيانا في انها كيف تقدر تبرز جمال غرفة او جمال المنزل بشكل عام لكن باقل التكاليف. ومن اهم الاشياء اللي تبرز جمال ديكورات الجدران، صح ولا لا رؤى؟ اكيد، يعني انا بالنسبه لي احب الجدران البيضاء، لكن احيانا اصحى اقول لا ممله، احتاج اني انا اغير هذا الموضوع بالضبط. لكن في نفس الوقت يهمني التكلفه الماديه لما ابغى اعمل ديكور للجدران، وفي نفس الوقت ابغى اعمل شيء يكون حلو ما امل منه في مع الوقت. حنتكلم اكيد عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، كيف ممكن نعمل جداريات تكون حلوه، مع ضيفتي في الاستديو ريما لفرحان. اهلا بيكي. اهلا وسهلا حبيبي. قاعده نتكلم كثير تحت الهواء، قاعده ناخذ استشارات سريعه وايش نسوي ايش ما نسوي، لكن كلميني كيف ممكن نعمل جداريات حلوة وبأقل تكلفة. طبعا أنا راح أتكلم عن الخامات اللي تستخدم عادة بأقل تكلفة. مثلا عندكم الباركي، أنا ممكن أستخدم باركي كتكسية، الباركي أسعاره جدا معقولة ومتناول الجميع. صحيح. كمان في من الورق الحائط أسعاره جميلة، لكن أنا ضد إنه يكون في إفكتات أو رسومات أو رسومات مزعجة، دائما أحب يكون الإفكت منه فيه جدا. وكمان الدهان، في مثلا في ناس بتحط لون تخاف من الالوان الجريئه، انا اقول لك لا، حطي الوان دافيه، الالوان دافيه جدا فخمه، لو نحط عليها شاندلير ولوحه تبرز المكان مع كونسول، انا سويت حائط جدا صحيح. فخم. حلو. من الخامات كمان الثانيه اللي هو الفوم. ايش هو الفوم؟ الفوم بديل الجبس، طبعا الجبس اقل سعر منه، لكن في ناس تتهرب من الجبس لانه شوي يعني متعب في التنظيف بصراحه جدا وكمان بالضبط، وكمان نفس الشغل حقه ما يكون بدقه الفوم، الفوم جدا سهل وكمان ضد الماء وضد الحشرات، يعني جدا سعر يمكن اقل اعلى شوي لكن جميل، انا اشوفه جميل. ورق الحائط احنا ما نسميه اللي هو التنجيد. على فكره راجعين كثير لعمليات التنجيد بالحيطان. كيف هذا التنجيد؟ اقمشه تتنجد على الحائط جدا سهله، انت سويتي قماش بس من غير ورق الجدران، يعني عملتي هذه خامة. اشياء انت عملتي خامه جديده. أي الصورة نعم. اللي احنا الصورة هذه مثلا عندك استخدمت رخام اوبن بوك مع ستان ستيل مع ورق حائط هذا مخمل مع جبس، يعني استخدمت كذا خامة في منطقة واحدة. ما شاء الله كثير حلو. هنا برزنا الرخامة، طبعا الرخامة هنا سبحان الله خلقتها جدا جميلة، فخلتنا احنا اساسا نعمل المكان على اساسها. جميل. عشان ابرزها سوينا الستان ستيل مع مع الورق الجدران هذا المخمل، طبعا انا ما اتكلم عن الخامه المخمل لانها تعتبر شوي مرتفعه، احنا نتكلم شوي عن الخامه. الجبس انت ممكن تعملينه باشكال كثيره، بس انا من الناس مثلا يقول لك انا مثلا احب الستايل، راح نتكلم عن الستايلات مثلا الشابي شيك او الكانتري ستايل، اقول لك اوكي حلو، لا تسوين تكسيه خشب، جيبي باركيه سعره جميل واكسي الجدران. أنا بالباركيه. والباركيه الآن أشكالها وأنواع جميلة جدا، وأنتي سويتي خشب الباركيه أشتغلنا على فكرة تعملين على الحائط. هذه شفتها ريم، شفتها وكثير عجبتني، بس تعرفي ايش خفت منه؟ خفت منه وأنا جالسة يطيح الباركيه في راسي. إذا كان هنا العامل كمان. عندك والشركة عندك تعطيك صيانة تركيبة ممتاز عفوا، فأنتي كذا حتعملي ستايل جدا كثير حبيته صراحه. لا كان منظر انا عارفه كثير ناس معترفه ان الباركيه فقط ارضيه، انا اقول لكم لا ترى الباركيه كمان تكسر. صحيح. يحطوا جلد برضه ريما بعض الاحيان على الجدران، يعني يلبسوها او ينجدوها زي ما انت قلتي، برضه في ناس حيحبوا الجلد فعلا، اللي هو عارفه شو المشكله بالتنجيد اللي هو الايدي العامله، مين حيعمل لك؟ دائما احنا نعاني على فكره. في سؤال انا جاني كثير انه ارتفاع اسعار
الخامات، هو مش الخامة، هي الأيدي العاملة. نعم. في ناس يعني عندك المزيك، مو أي أحد بيركب الورق. طبعا متعب صح؟ كمان عندك الورق الحائط، خاصة لما يكون في رسومات أو الخامات الحرير، أنت عندك مشكلة ارتفاع الخامة، مش من الخامة، من الأيدي العاملة. طيب كلمك عن البانوهات تحديدا، بنعرف انه اصلا بتكون شكلها حلو زي البراويز وبتدي فخامه للغرفه، حتى الغرفه كانت سمبل وناعمه، لكن خليني اسالك عن بعض الناس اللي يبالغوا في تركيب البانوهات. البانوهات كثرتها فقط بالستايل الكلاسيكي لانها هي تعزز فخامه الحيطان. طبعا البانوهات من الاخشاب، احنا بنسويها بالكلاسيك من الخشب اساسا، انا ابرز شغلي، لكن انا ضد انك تكثرين شغل بالبانوهات، لازم يكون شيء بسيط، ابرزيه بالالوان. بالالوان ما هو ده، في بعض نستعمل اكثر من لونين ثلاثه في البانوهات بحيث ان البرواز يبان واضح. البرواز دائما احب يكون فاتح وما بخلف اللون يكون اغمق شوي. انا كذا سويت يعني تاتش جميل وما زحمت المكان. خلينا نتكلم عن اهميه الجدران او اللوح اللي نستخدمها في الجدران عشان نعطي وسع للبيت، خاصه في البيوت الصغيره لما تكون شقه صغيره، كيف نقدر نعطيها اتساع؟ فيلا بمساحه ضيقه كيف نقدر نعمل لها اتساع؟ ايش ممكن نحط على الجدر؟ المرور، مرايات. غير انا عشق المرايات. انت شايفه المرايا. وكمان ممكن تعملي تفريغات من الجبس، تفريغ في الجدر. اي تفريغ، وتعملي فيه ورق حائط يكون فاتح، ما المنطقه تكون اغمق سنه من الورق الحائط، ومع اضاءات جانبيه انت اعطيتي المكان اتساع وفخامه، وفخامات جدا بسيطه. ايش هو الاضاءات الجداريه؟ ترى في اسعار رخيصه عندنا. ايوه طبعا. بس مش الاضاءات بس، قصدي فواتح الالوان. يعني كيف ممكن يجي احد تختار الشخص اللي يجي يسوي لك تفريغ للجدار، او مثلا الشخص اللي يجي يركب لك البركمه؟ انت قلتي مو اي احد يسوي هذه الاشياء، خصوصا التنجيد مثلا. بالضبط. يعني مو اي احد هيجي يسوي لي هذه الاشياء. هذه مشكلتنا اساس كذا، كثير ناس بيلجؤوننا احنا كمصممات، لان احنا عندنا خبره في الاشخاص في الايدي العامله. عندنا الايدي العامله متوفرين فنشتغل لهم. لكن في ناس مثلا تقول لك والله يا ريما انا ما عندي مثلا امكانيه اني استخدمك كمصممه او اتعامل مع، فانا في ناس بس ما راح ينتجوا لك نفس الشيء. طيب ريم، ابغى اسالك سمي. ريم ولا ريما؟ ريما. ريما. طيب ريما بسالك الحين، احد عنده شقه او بيت او شيء يقول لك انا ماني حاسب حميميه بالبيت، هنا ايش اسوي؟ يبقى الحميميه طبعا، هذا انا هو اكيد كثير من البنات يقولوني والله كثير في البيت تحسوا لا، شوفي حميمي، نبغى البيت كذا حميمي. ايوه كوزي كوزي. ايوه ماني قادره. من الاشياء اللي كمان نستخدمها احنا اساس يكون المنطقه، يعني مثلا انا اخر مره كانت عندي صاله شبه مفتوحه بس منطقه يعني الدخول حقها مو كبيره. حلو. فانا عملتها كانت ريستايل. حلو. ورق الحائط بامبو، الجلسه من اللذر لون جملي. الله. الطاولات من اللذر اللي هو جلد البقر. فاير بليس. المنطقه اللي على اليمين عكستها شوي، خليتها روستيك كونسول خشبي مع اللي هو الشبشيك. المنطقه صارت فيها حميميه. الورق الجدران على فكره غامق كان بامبو غامق. الغامق ما ضيق ريما؟ بالعكس، المنطقه صارت اجمل منطقه لعملتي. ايش اللي خلى فيها الحميميه؟ ايش خلى فيها الدفء؟ الالوان الدافئه تمام. اللذر، جلد البقر، الخامات اللي تحسسك انك انت دافيه طول الوقت. هيا برنامج سيدتي ساعدك يا رندا وجابلك مصممه الديكور على والله العظيم اتفقي معاها. يعني انا يعني بتفاهم معك بعد الفاصل. ريما الفرخان مصممه الديكور، شكرا لك على هذه النصايح وهذه المعلومات اللي صراحه كلها فادتنا، ويمكن اكثر شيء فادت جميعنا رندا. اشكرك. شكرا لك وموفقه بكل التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكره في ذات الموعد في امان الله.